السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بكم. أي خدمة؟ لو سمحت أريد غرفة لشخص واحد. هناك غرفة مطلة على البحر ب1300 جنيه. هذه غالية، هل هناك غرفة أرخص؟ نعم، هناك غرفة جميلة مطلة على الشارع الرئيسي ب1000 جنيه فقط. هل هذا السعر يشمل الفطور؟ نعم، كم ليلة ستحجزها؟ 4 ليال. إذا حجزت 5 ليال فستحصل على الليلة السادسة مجانا. سأفكر في ذلك إن شاء الله. أي غرفة أحجز لكم؟ التي ب1000 جنيه. من فضلك هات جواز السفر. تفضل. هل ستدفع نقدا أو ببطاقة ائتمان؟ ببطاقة ائتمان. من فضلك البطاقة. تفضل. لو سمحت أدخل كلمة السر. تمام. تفضل في الغرفة رقم 504. خذ المفتاح وسيأتيك العامل بالحقيبة. الفطور بين الساعة 7:00 و10:00 صباحا. شكرا جزيلا.